chambre, un étreno éteint. واللي ما جاش وقع في غرام خطى الطيب وصل الفطر مصر مكان ما بروح ويايا هي الغاية وهي لغاية مصر مكان ما بروح ويايا هي الغاية وهي لغاية ايد احررها ايد اظهرها فالنهارت المعنى الآية هي الغنية بكل ما فيها كل العالم يحلم بيها ام الدنيا ماضي وحاضر قد الدنيا لو نبنيها Harvey.
وصل رسالة حب وطيبة ولا حكاية عشاق مصري صبية نبية أبية قد الكل يا عز حبيبة مصري رسالة حب وطيبة ولا حكاية عشاق مصري صبية نبية أبية قد الكل يا عز حبيبة أم الدنيا قد الدنيا شعب العزة أرض النصر هي دي